السلام عليكم ورحمة الله. هنتكلم النهاردة عن التكنيك التاني، الليدز واللاجز. الليدز واللاجز هما تعديل على الريليشن شيب بين الاكتيفيتيز. بيعرف اللاج ان هو amount of time a successor activity will be delayed with respect to a predecessor activity، يعني هي المدة الزمنية النشاط اللاحق هيتأخرها مقارنة بالنشاط الساب. بين قوسين بيقول لي هو added time أو waiting time، فناخد بالنا من الثلاث كلمات دول: delay time، waiting time، added time. الثلاثة هما بنفس المعنى اللي هو اللاج. الليد بقى العكس: amount of time a successor activity will be accelerated with respect to predecessor، يعني النشاط اللاحق هنستعجله أو هيبدر شوية عن الميعاد بتاعه، فيحصل بين النشاطين overlapping. فناخد بالنا برضو من كلمة accelerated وكلمة overlapping. طيب هناخد أمثلة على الاثنين دول ونفهمهم كويس جدا في الأربع علاقات اللي اتكلمنا عليها. العلاقة الأولى اللي هي finished start، A هو ال predecessor والديوريشن بتاعه 4، B هو السكسيسور والديوريشن بتاعه 2. زي ما اتعودنا نقرا العلاقة ازاي، finish to start يعني الفينش بتاع ال A هو ال start بتاع ال B. فهنا لو افترضنا ان ال start بتاع ال A عند 0 هيبقى الفينش 4، فالفينش ده هيبقى هو بتاع ال B، فال B يبقى ال start بتاعها 4 والفينش بتاعها 6. تعالوا نشوف لما هنضيف اللاج هيحصل ايه. لما هنضيف اللاج هتتكتب العلاقة بالطريقة دي: finish to start مع lag هتبقى fs, 3. طب نقراها ازاي او نترجمها ازاي؟ احنا قلنا الفينش ده بتاع الايه؟ البريديسيسور، والاس بتاعت السكسيسور. فهنقراها ازاي؟ هنقول ان الستارت بتاع السكسيسور هيساوي الفينش بتاع البريديسيسور زائد اللاج زائد 3. فهو في المثال دوت هيبقى الستارت بتاع البي هيساوي الفينش بتاع الايه زائد 3. ف 0 4 7 9، والمسافه دي اللي هي اللاج. تمام. طيب تعالوا نشوف في حاله الليد هيبقى ايه. في حاله الليد مثال تاني، الايه 4 والبي 6، فيبقى 0 4 10. الليد بيتكتب بالمنظر ده، بيتكتب نوع العلاقة اف اس كوما، وبيتكتب بالماينس بالنيجاتيف ماينس 3. طيب هيتقرا ازاي؟ هيتقرا ان الستارت بتاع السكسيسور بتاع البي هيساوي الفينش بتاع الاي ناقص 3. فلو كان الفينش بتاع الاي 4 هيبقى الستارت بتاع البي 1، فده 0 هينتهي 4، ده 1 هينتهي 7. والفرق بين الفينش الاف والاس هنا هو ده الليد 3. يبقى بي رجع لورا، مش طلع لقدام، فحصل هنا الاوفرلابنج. طيب تعالوا نشوف المثال تاني بتاع الليد واللاج على ريليشن شيب تانيه. الريليشن شيب التانيه اللي كنا قلنا عليها فينش تو فينش، نفس المنظر. بنقراها ازاي؟ الفينش بتاع الاي هيساوي الفينش بتاع البي، فده هيبدأ 0 ينتهي 6، ده هينتهي 6 يبدأ 2. في حالة اللاج بقى هيتكتب كده FF, 3، معناها الفينش بتاع البي هيساوي الفينش بتاع الاي بلس 3. فالفينش بتاع البي هيساوي الفينش بتاع الاي اللي هو 6 زائد 3 يبقى 9. 9 نرجع الديوريشن اللي هي ماينس 4 يبقى الستارت بتاعها 5. هتبقى بالمنظر ده، ده ستارت 0 فينش 6، ده فينش 9 ستارت 5. طيب نشوف في حالة الليد نفس القصة على الفينش تو فينش، غيرت بس الديوريشن هنا. هيتكتب كده اف اف كوما ماينس 3، معناه الفينش بتاع البي
هيساوي الفينش بتاع ال A ماينس 3، فالفينش بتاع ال B اللي هو هيساوي الفينش بتاع ال A اللي هو 8 ناقص 3 5، يبقى الفينش هنا 5 والستارت 3، يبقى هنا الستارت 0 الفينش 8، هنا الستارت 3 والفينش 5، والفرق دوت هو الليد. في الحالة الثالثة اللي هي start to start، زي ما قلنا هنقراها ازاي، الستارت بتاع البي هيساوي الستارت بتاع الاي، فلو الستارت بتاع الاي كان 0 والفينش 6 هيبقى هنا الستارت 0 والفينش 4. في حالة وجود اللاج هيحصل ايه؟ هيتكتب كده اس اس كوما 3، معناها الستارت بتاع البي هيساوي الستارت بتاع الاي بلس 3، فلو ده الستارت بتاعه 0 هيبقى ده الستارت بتاعه 3، الفينش هنا هيبقى 6، الفينش هنا هيبقى 7، واللي بينهم دوت هو اللاج. في حالة الليد بقى نفس القصة، هيبقى الستارت بتاع البي هيساوي الستارت بتاع ال A ماينس 3، فلو الستارت هنا 3 هيبقى الستارت هنا 0. اخر حالة بقى عندنا الستارت تو فينش، معناها برضو زي ما قلنا ان الفينش بتاع ال B هو الستارت بتاع ال A. في حالة وجود اللاج هيبقى الفينش بتاع البي هيساوي الستارت بتاع الاي بلس 3، فهنا هيبقى 4 زائد 3 7، والفرق ده هو اللاج. اخر حاجة بقى الستارت تو فينش مع وجود الليد، معناها الفينش بتاع البي هيساوي الستارت بتاع الاي ماينس 3، الفينش بتاع البي اللي هو 4 اللي هو هنا يعني هيساوي الستارت بتاع الاي اللي هو 7 ماينس 3 هيبقى 4. كده احنا خلصنا الليدز واللاجز.